تحية من جديد مشاهدينا وأهلا مجددا، ما زلنا معكم في أجواءنا وتفاصيل صباح السعودية. طبعا يعد من الضروريات وضع جدول يحدد الميزانية، ميزانية الأسرة خلال الشهر طبعا، ومن خلاله تبدأ تضبط عملية الإنفاق وأيضا الادخار، ويساعد على تخطيط منظم الإنفاق. لذلك يجب أن احنا نضع بعض الأولويات لخطة الميزانية تكون مدروسة وفق الاحتياجات وأيضا تتفق مع عملية الادخار، لأنها تعتبر مهارة الإدارة الميزانية مهمة جدا في الأسرة، وتعتبر بأنها فن من الفنون. راح أكيد تجنبنا الوقوع من أو في بعض المشاكل المالية، وبنفس الوقت راح يعودنا على اتباع نظام الإنفاق السليم البعيد عن الإسراف العشوائي وأيضا الشراء المبالغ فيه. راح نتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل مع أستاذ مالية واستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام دكتور محمد مكني. يعطيك العافية وسعد صباحك. أهلا وسهلا، سعيد جدا بالتواجد معكم وصباحكم سعيد. نورتنا. يعني دائما موضوع الادخار أنا من وجهة نظري ما نعرف بالضبط، ونعرف نعرف أهمية الادخار إلا أحس بعد عمر 30 سنة، ما أدري ليش. يعني يبدأ الواحد يبدأ يخاف، فاليوم نبغى نعرفه ونعلمهم كيف نقدر نتعلم الادخار والتوفير خاصة داخل محيطنا الأسري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شوف، ما في شك انه الادخار هو سلوك، ليس فقط ثقافة. صح. اليوم عندنا ثقافة ما شاء الله، احنا كلنا بنعرف منتجات الادخارية متوفرة، الإعلانات، الإعلام بيدعو للادخار، لكن كيف أستطيع ممارسة الادخار بحيث أنه يصبح سلوك يومي، سلوك شهري، أنقل هذا السلوك إلى أولادي بحيث أنهم هم يصبح عندهم القدرة أيضا على مسألة التعامل مع الإنفاق السليم الصحيح اللي يكون فيه ترشيد وما يكون فيه تبذير. طبعا هذا يحتاج أولا الإرادة، لازم يكون عندك إرادة. الشيء الثاني لازم تؤمن أنه ترى ما حتنجح من أول مرة، الادخار ترى السلوك ما هو سهل. صح. ويحتاج أنه أنت تعرف أنه ممكن تفشل مرة ومرتين وثلاثة، بس بعد كذا أنت حتبدأ تعرف قيمة الادخار كل ما حددت أنت الأسباب الرئيسية لوجود هذا الادخار. يعني يصير روتين عندك، يصبح عندك سلوك. ليه أنا أبغى أدخر اليوم؟ هذا السؤال يسأله نفسك. والله أنا أبغى أدخر لأنه أنا في عندي أهداف معينة، في أولويات لازم أروح لتحقيقها. بعض الأحيان زي ما ذكرت أنت بتواجه مشاكل، فبالتالي بتبدأ تقول يا ليتني أنا سويت كذا قبل. من قبل. صح. فتبدأ تراجع نفسك تقول ليش أنا ما عملت كذا. فالحقيقة إنه هو سلوك يكتسب بالممارسة. الأخطاء موجودة فيه طبيعي جدا، بس الأصل إنه أنت تتعلم من أخطائك. خليني أعطيك مثال بسيط. مثلا في فترة الجائحة، فترة كورونا، يمكن كانت نسبة الادخار في الاتحاد الأوروبي المتوسط ما بين 8-12% في الأسر. بعد كذا لما وقعت الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية اللي حصلت والإغلاق اللي كان موجود، ارتفعت النسبة لحوالي 20%. أوكي. شوف كيف يعني احنا نتكلم على انه اصبح هناك ارتفاع في مستويات الادخار. صح. لانه اصبحت ممارسة إجبارية اليوم. نفس الطريقة انت اليوم لو انت بتاخذها كخيار، انا اليوم محتاج انه أبدأ أتعامل مع الادخار. في البداية حيكون صعب، بس حبة حبة انت حتلقى نفسك قاعد تدخل في المود حق الادخار، شوية حتلقى نفسك انا والله قاعد اتعايش معه، لانه بديت اضع خطط المالية بالتناسق والتكامل اللي انا احتاج انه من خلاله اوصل اهدافي الاساسية. فهذا هي المفهوم الحقيقة الاساسي له، لازم يكون الواحد عنده القدرة العالية جدا على مسألة كيف اتعامل مع الادخار. في الاسرة طبعا اذا كنت تبغى انت تعمل خطة مالية، مهم جدا انه انت ما تعملها لحالك رب اسرة، لانه الخطة المالية خلي الجميع يشارك معك، نجاحها مرهون بمشاركة الجميع. كل فرد في الأسرة لابد أن يكون له دور في إنجاح هذه الخطة. الوضوح مهم من رب الأسرة. كثير من الأحيان يقولك والله أنا يعني إيش أقول لهم، أنا ما لا مفترض أنك تفصح عن الأهداف، عن الخطة هذه، عن الخطة وإيش اللي إحنا نبغى نوصل له كأسرة، لأنه الجميع لازم يشارك فيها. إيش النفقات اللي مفترض إحنا نخفضها؟ إيش هي مصادر الدخل الأساسية اللي موجودة عندنا؟ إيش هي مصادر الدخل الإضافية إذا كان عندنا مصادر دخل؟ وبالتالي الجميع يصبح على اطلاع بالوضع المالي، وإحنا ما يعني الجميع بيعرف إنه ترى واحد من المشاكل اللي بتؤدي لكثير من التفكك الأسري ترى مشكلة الإدارة المالية. صح. إذا كان هناك مشكلة في الإدارة المالية قد تقود إلى إنه يكون الأسرة فيها مشاكل. يقولك لا تقول لها راتبك. لا ما شوف، مفهوم لا تقول لها راتبك. أيه. يعني أنا ما أعتقد أنه مفهوم صحيح، خصوصا إذا كنت تريد أن تبني أسرة بخطة مالية صحيحة. لازم يكون عندك الجميع يطلع على إيش بمصادر الدخل، لأنه بكرة أنت ما أنت حتصبح مسؤول، حيقول لك والله أنت تتحمل المسؤولية، وفر لي كل الأمور هذه. صح. لكن لما تكون الأمور مطلع عليها وهذه خطتنا وهذا تعاملنا، فبالتالي حتكون الأمور واضحة للجميع. جميل. أيضا يعني دكتور،
حابين نعرف أكثر وأكثر عن زيادة دخلنا، كيف ممكن أكون أنا قادرة على زيادة الدخل وبنفس الوقت ما يكون في إعاقة في عملية الادخار بالمنزل بين الأسرة؟ شوفي اليوم أنت لما بتبدأ تضع خططك لابد أول شيء أنك تقسم احتياجاتك الأساسية وفي احتياجات كمالية. الاحتياجات الأساسية هذه يعني الأساسية وما فيها يعني ما في أي بدائل عنها. لكن إذا كانت الأسرة أو الفرد في الأسرة يحتاج إلى مزيد من الاحتياجات، فأنت اليوم تبدأ تبحث عن الحقيقة البدائل. اليوم إحنا الحقيقة في الـ في الـ في الوضع الراهن أصبحت البحث عن وسائل دخل أخرى، خصوصاً مع وجود المنصات الحرة وأصبحت رسمية للموظف غير الموظف، كيف أنك تحول المعرفة اللي تملكها إلى مصادر دخل، يعني أحد الوسائل اللي ممكن واحد يتبعها من أجل أنه هو يصل إلى مصادر دخل أعلى. وبالتالي هذا أحد الأشياء الأساسية. في نقطة أحب أشير لها أيضا، ترى مو كل شخص اليوم هو يعني ينطبق عليه فكرة الادخار، ربما يكون في أولويات قبل الادخار. يعني مثلا لو هناك شخص خلينا نقول عنده نسبة ديون عالية جدا، فالأصل هو أنه يتخلص من هذه الديون قبل عملية الادخار، ففي أولوية هنا. يعني اليوم أنت لا يمكن أنه أنت توقف حاجاتك الأساسية وتوقف أيضا الديون من أجل أن تدخر، فالادخار نعمل من خلاله وفق المعطيات الحقيقية. اليوم عندي كم مصادر دخلي، كم الإنفاق الأساسي الموجود عندي المفترض أني أنا أنفقه، وكم المتبقي، وبناء على هذا المتبقي يتم الادخار. الادخار ما يكون في الأخير، الادخار يكون في الأول. يعني كثير من الأشخاص يقول لك أنا خلينا نشوف وش يبقى لي آخر الشهر وبالتالي أحطه على جنب. لا، هذا مو صحيح. الحقيقة من المفترض من البداية هذا المبلغ اللي يتم ادخاره ويتم تحويله لصندوق الادخار الخاص فيك. لأنه لو تركته بالشكل العكسي ففعليا أنت حتقوم باستخدامه خلال الشهر وبالتالي حتلقى نفسك ما حققت الأهداف الأساسية من عملية الادخار. أوكي، طيب إيش رأيك في اللي يقول لك أن اليوم الرواتب، أنت اليوم مصدر دخلك الراتب. صحيح. الراتب هذا يقول لك أكبر غلط أنك أنت تبدأ تحاول تجمع منه أو تأسس نفسك منه أو تخليه يعني جزء كبير منه ادخار، لأن الراتب هذا ما جاك إلا عشان تنفق، عشان تستمتع فيه في الحياة. فالمفروض منك أنت أنك تبدأ تبحث عن مصدر دخل إضافي من النعم اللي أعطاك إياها الله. اليوم كل واحد عنده موهبة بس مو عارف كيف يستغلها أو ينميها. صحيح. فتتفق مع وجهة النظر هذه أن الراتب اليوم لازم تنفقه ما توفر منه؟ لا أتفق مع هذه الفكرة أبدا. أنت اليوم الراتب هو مصدر دخل، لكن توزيعي في عملية الراتب لازم تأخذ في الاعتبار عملية الادخار. وقلنا إحنا في البداية أنت عشان تبني خط، يعني عشان تصل لمرحلة ادخار جيدة لازم يكون عندك خطة مالية واضحة، خطة مالية يمكن تطبيقها، خطة مالية مرنة بتغير الأحداث، أيضا خطة مالية مكتوبة. اليوم ما يمكن تضع خطة مالية ومراء ادخار بشكل شفهي، لا، لازم أن تسجلها. يعني تقدر من راتب تكون ثروة؟ ما أنا ما أتحدث اليوم على الثروة، ولكن وين ممكن نسب الادخار حقتي تروح؟ بس ما حتفيدني شيء. لا، أكيد أنت بنيتها على أهداف. اليوم في أشخاص رواتبهم عالية جدا بس ما يدخر حاجة. أوكي. يواجه مشاكل في حياته لأنه أصبحت يعني، وبعض الأشخاص أصبح الدين بالنسبة له مصدر دخل، وهذه خطيرة جدا. صح. إذا أصبح الدين بالنسبة لك مصدر دخل لعملية الإنفاق فهذه مشكلة. صح. المفترض أنه مصادر الدخل الأساسية عندك، وأغلب زي ما ذكرت يمكن نسبة عالية جدا إحنا في مجتمعنا الراتب هو الأساس، فكيف ممكن أتعامل مع الراتب؟ مو معقولة أنه أنت كل الراتب يكون بفكرة الاستهلاك الكامل. هذه معناته أنت دخلت في مسألة العقلية الفقيرة اللي هي عقلية كل ما يأتي نقوم بعملية انفاق استهلاكية داخل لقيته. لكن انت ممكن تدخر ادخار استثماري. يعني اليوم في يعني وسائل كثيرة، يمكن ما هو مكان لطرحها، لكن في وسائل كثيرة انت ممكن تضع هذه المداخيل الصغيرة وتكون لك حقيقة استثمار جيد. اوكي. كصناديق يعني مثلا. في صناديق وفي غيرها حق، وفي منتجات ادخارية عندنا موجودة ومتاحة في البنوك بتساعدك على هذا الامر. الاصل هو انه تصبح عندك هذا السلوك حتى ما تقع ضحية في الديون، وما تكون هالديون بالنسبة لك زي ما قلنا لأنه ممكن تؤدي إلى مشاكل قانونية كبيرة بكرة. صح. أضف إلى ذلك لابد الجميع يشارك معك زي ما ذكرنا، فمسألة إنه ما يكون عندك تخطيط للراتب وإنه تنفقه بالكامل لا، ما هو صحيح حقيقة. لابد يكون عندك تخطيط. ما في مانع إذا كان عندك بعض المهارات اللي يمكن تحويلها إلى مصادر دخل، هذا شيء جيد،
انه انت تعمل عليها وانك تجعل منها مصادر دخل مناسبه. لكن مش كل الاشخاص الحقيقه عندهم هذه القدره في انهم يحولوا يعني المهارات الموجوده عندهم الى مصادر دخل. ففي الحاله هذه انا اعتقد انه لابد ان يعني حتى وان اخطات في المره الاولى والمره الثانيه وما نجحت، لكن اسعى جاهد انه انت يكون عندك صندوق ادخاري جيد. الامانه هو طريقه الادخار صعبة شوية خاصة للأشخاص المسرفين اللي يحبوا يشتروا. لذلك أنا بسألك دكتور، يعني على مع وجود السوشيال ميديا والإعلانات المبالغ فيها وحب الشراء وخلاص يعني الكل مكتسح الساحة في السوشيال ميديا، كيف ممكن أنا أكسر بداخلي ما يسمى بفرط الإنفاق وأبعد عن اقتناء الكماليات وأركز في الاحتياجات فقط؟ هذا جزء من صناعتك في الخطة. لابد يكون عندك القدرة على التفرقة بين الاحتياجات الأساسية والاحتياجات الكمالية. زي ما ذكرتي المغريات كثيرة اليوم، يعني الإعلانات السوشيال ميديا كله يعني والتخفيضات وغيره، فبالتالي الواحد أصبح عنده رغبة في أنه هو فعلا ينفق أكثر مما هو يبس. وكترى إحنا يمكن خلينا نتكلم بصراحة، يمكن كان عندنا قصور في فترة، يعني قصور كبير جدا في مسألة الترويج لعمليات الادخار. لذلك احنا من اقل نسب دول يمكن العالم يعني الادخار، يعني عندنا اقل من 5%. يمكن بدأت ترتفع هذه النسبة بعد يعني الرؤية، وكان عندنا اهداف انه احنا نرفع من نسب الادخار في الاسر من خلال برامج يعني البرامج اللي وضعت في البنوك وغيرها من البرامج المالية اللي بتساعد افراد الاسر على التفكير بشكل جيد. فإحنا مجتمع مستهلك ما في شك، ولكن فعلاً هذا الاستهلاك الاستمرار فيه أنا أعتقد أنه حيضرك مستقبلاً. أتفق معك، يعني معلومات جميلة استفدنا منها أستاذ، يعني استفدنا فعلاً منها أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الدكتور الإمام الدكتور محمد، جامعة الإمام الدكتور محمد مكني. شكراً لك، شكراً لك، استمتعنا معك بكلامك الجميل. شكراً لك، يعني موضوع جداً حساس ومهم، وأتوقع كلكم استفدنا منه. خلونا نروح إلى موجز الأخبار ونرجع لكم. We'll be right back.